اكسيون. نعم ترى بعد كده رجع تخلد البشر يتعرض لإشاعات. اكيد شنو بيتكلم عنه؟ شنو بيتكلم عنه؟ شنو خليه يفوت؟ اكيد بعد اكيد اكيد سبب يخرج إشاعات تقدر نعرف شنو هي أغرب إشاعة كانت خاطئة كانت غريبة عن تسوي منطقية عني مت أنا مت ايه ليش؟ انهارت فيسي السنة الماضية. قريت كومنتات على اني على اني ما تتسالم وعلى اني شكيت والله روي ما عايشني استغربت اي روي شكيتني قطعا ما انا اعرف لا لا ضحك طبعا طبعا انا دائما خلص الامور الا بايجابيه. اكسيون. نعم ترى بعد كده رجع تخلد البشر يتعرض لإشاعات اكيد شنو بيتكلم عنه؟ شنو بيتكلم عنه؟ شنو خليه يفوت؟ اكيد بعد اكيد اكيد سبب يخرج إشاعات تقدر نعرف شنو هي أغرب إشاعة كانت خاطئة كانت غريبة عن تسوي منطقية عني مت أنا مت ايه ليش؟ انهارت فيسي السنة الماضية. قريت كومنتات على اني على اني ما تتسالم وعلى اني شكيت والله روي ما عايشني استغربت اي روي شكيتني قطعا ما انا اعرف ضحك لا لا ضحك طبعا طبعا انا دائما خلص الامور الا بايجابيه.